أستاذة ماجدة تتفضل. أستاذة ماجدة. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك. تفضلي. أنا بنتي كانت نادرة أعزكم الله خروفين نادر. طيب. فجابت واحد وذبحته. طيب. مش قادرة تجيب التاني، فبقول لحضرتك هتعمل إيه؟ مش قادرة تجيبه خالص. نعم. مش قادرة تجيبه خالص. مش قادرة تجيبه خالص، يعني هي مش هتقدر تجيبه تاني. هي عايزة تعمل شفت يا أستاذة ماجدة أنت سامعاني؟ أيوة قول لح طيب يا أستاذة ماجدة يبدو إن أنا سمعت سؤالك وهجاوبك، أنت بتقولي إن مفيش مقدرتها ومش هتستطيع إن هي تجيب الخروف التاني دوت، فهي عليها أن تطعم 10 مساكين. ليه؟ لأن هي في الحقيقة ما عملتش النادر بتاعها، النادر هي قالت ان هي تذبح خروفين على حسب ما حضرتك قلتي. بتقول ان هي تذبح خروفين ولازم لما في مسائل النذر لازم نسمع كويس ايه اللي قاله النذر لانه عامل بالظبط زي شرط الشارع، يبقى شرط الواقف ده كنص الشارع. والناذر زيه زي الواقف، فايه اللي حاصل؟ فهو الكلام اللي قاله هيبقى محاسب عليه، فهو قال لو قال عليا لله عليا ان انا اذبح خروفين فما عندوش قدره غير انه يذبح خروف واحد، عليه ان هو يطعم 10 مساكين لانه زي بالظبط الحنس في اليمين لان هو ما وفاش باللي نذره فتطعم 10 مساكين.